اخطر حاجه عملها في السودان لما كان موجود وكل التكفيرين والثعابين والحيات والافاعي موجودين في الخرطوم، خطط لاغتيال الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك عندما ذهب الى اثيوبيا في 26 يونيو 95 لحضور مؤتمر القمه الافريقيه ومحاوله اغتيال مخططه من السودان رجال الترابي اللي هو نافع علي نافع وعلي عثمان محمد طه. الاثنين خططوا، هو بيقول ما قالوا ليش انا والبشير، لكن هو كان يعلم تمام العلم ان هناك خطه تم انفاق عليها مليون دولار لاغتيال الرئيس المصري في اديس ابابا. تعال نستمع الى اعترافه هو بنفسه لاحمد منصور عراب الخراب اللي خد رشوه من ابراهيم يوسف ندى ثلاث شقق في مصر الجديده لغسيل سمعته. فماذا اخذ ايضا من الترابي؟ لكن الترابي كان بيعترف بدوره الضالع في محاوله اغتيال الرئيس المصري. نستمع اليه. 20 يونيو حزيران عام 1995 بينما كان الرئيس مبارك في اديس ابابا في طريقي من المطار لحضور القمه الافريقيه تعرض لمحاوله اغتيال. متى سمعت بمحاوله اغتيال مبارك؟ يومها فقط. من وسائل الاعلام؟ لا، منه. نائبك علي عثمان هو الذي ابلغك بانه كان وراء محاوله الاغتيال؟ وجهاز الامن. وجهاز الامن الذي كان برئاسه نافع علي نافع؟ نعم. ابلغك بشكل مباشر؟ مباشر. بعدما فشلت مباشرة؟ بعد قبل أن يتحدث أي أحد عنها؟ وتحدث من خوف العواقب لا منها. التحقيقات بتقول إن هم عناصر من الجماعة الإسلامية المصرية بقيادة مصطفى حمزة رئيس مجلس الشورى. لا ربما كان. صح. من مال الحركة أخذ مالا كبيرا وتعاون مع هؤلاء الأول والثاني والثالث في الأمن كانوا من الحركة طبعا. نافع علي نافع ونائبيه يعني؟ تعاون معهم في ترتيب الموضوع، ترتيب الامر مع هؤلاء الاخوه المصريين.